أحبتي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات فأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقة سوف تكون عن الحاج توفيق الفخري وقصره. قصر توفيق افندي. ومن من الموصليين من لا يعرف قصر الحج توفيق افندي. الواقع على ربوة قرب بناية المستشفى العام قبالة فندق الموصل المهدم اليوم. ويراه الذاهب يسارا باتجاه حي النجار. وقصر الحج توفيق افندي لا يزال قائما بالرغم مما تعرض له خلال سيطرة عناصر داعش على الموصل وحرب تحرير الموصل. وكلنا كنا نتابع ما تعرضت له مكتبة صديقنا الأستاذ جنيد الفخري الذي كان يتخذه سكنا له. وقصر الحاج توفيق أفندي كما كتبت مرة عنه وتحدثت عن قصور الموصل قلت أنه من قصور الموصل المشهورة التي زخرت بالقصور الموصل زخرت بالقصور منها قصر المنقوشة قصر المطران وقصر الدكتور غريغور ستارجيان وقصر يحيى باشا الجليلي وقصر ناظم العمري وقصر الصيرمون وقصر الصابونشي وقصر الضيافة وهنا أود أن أنوه بالبحث القيم الذي قام به الأخ الأستاذ الدكتور ذنون الطائي عن تاريخ وآثار قصور مدينة الموصل وعن قصر توفيق الفخري النموذج، أريد اليوم أن أقدم لكم شيئا عن الحاج توفيق أفندي الفخري وقصره. وكما قلت فإن الموصليين وخاصة كبار السن يعرفون القصر الذي بني في الطرف الشمالي في الموصل والقريب اليوم من المستشفى العام كما قلت في أيمن الموصل ويسمونه قصر الحاج توفيق افندي والقصر ابتدأ البناء به سنة 1913 ومساحته تقريبا 1157 مترا مربعا، شيد على الارض المرقم 48 مقاطعه 39 في منطقه حاول الكنيسه الجنوبيه في الربض الاعلى لمدينه الموصل. نعم هذا القصر شيد على شكل قلعه آشوريه. وبابه ذو سفاقتين مصنوع من الخشب وتعتليه رخامة ومن الباب ندخل إلى رواق ثم إلى الحوش المستطيل وفي وسطه بستان وكان يسكنه قبل 2017 حفيد بانيه كما قلت الصديق الأستاذ جنيد الفخري والقصر على طراز القلاع في شكله الخارجي وعلى الطراز المعماري العثماني في هندسته من الداخل حيث الفناء الكبير والأواوين واليازلغات والغرف الكبيرة الأودات جمع ويبدو أن القصر بني ليس للسكن فيه حيث بيت الحاج توفيق الفخري كان في حظيرة السادة بل للاصطياف وخاصة في فصلي الربيع والصيف وباني القصر هو توفيق ابن يونس افندي الفخري وقد تعرض القصر للترميم فيما بعد اكثر من مره وخاصه سنه 1928 حين اشرف المهندس حق المفتي على بناء قسم جديد يتالف من سرداب تعلوه غرفتان بينهما ايوان يسمى اليازلو وثمه معلومات دقيقه عن القصر تشير الى ان القسم الشرقي منه كان مطلا على نهر دجله وكان مخصصا للضيوف يسمى سلاملك مبني من الجص والحجر وهناك الحرملك والغرف مزينه بمشكاوات غائره في الجدران واشترك عدد من المعماريين والنقارين في الموصل في بنائه منهم داود ونعوم وبني ويعقوب من النقارين والبنائين المشهورين في الموصل القصر بعد وفاة الحاج توفيق أفندي الفخري أهمل وأجر لشركة نمساوية سنة 1918 ولمديرية شرطة الموصل سنة ستة وثلاثين ولدائرة الصحة تسعة وثلاثين وللقوة السيارة سنة ألف وتسعمائة وخمسين وفي ألف وأربعة وخمسين عاد نعمان توفيق الفخري للسكن فيه وهو ابن توفيق الفخري ثم تركه وأهمله ثم جعل جعله ثم جعل بعد ذلك منتدا ثقافيا سنة سبعة مقرا لمنتدى ثقافي سنة ألف وسبعة ويبدو اليوم للناظر وكأنه أطلال عفى عليها الزمن وقد آل القصر بعد وفاة الحاج توفيق الفخري سنة 1917 إلى ورثته وخاصة ولده نعمان وشقيقاته زينب وزهرية ومرضية ونعيمة ورجدية وإلى زوجته خديجة بنت مصطفى الدملوجي الآن أريد أن أقف قليلا عند باني القصر وهو الحاج توفيق الفخري وأقول مع أستاذ الدكتور عمر الطالب في موسوعته موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين وهو يترجم لتوفيق الفخري أنه أي توفيق فندي بن يونس ابن سليم بق الفخري من مواليد سنة 1862 وهو من آل الفخر الكرام الاسره الدينيه التي انجبت الكثيرين ممن اسهموا في بناء العراق في مجالات الحياه المختلفه وخاصه في حقلي التعليم والقضاء. كان والد توفيق افندي الفخري من خبراء قوانين الاراضي والاملاك وشغل عده مناصب منها مدير اراضي كربلاء ورئيس بلديه الموصل سنه 1872 واسره ال الفخري امتلكت اراضي وقرى وكان توفيق الفخري هو من يساعد والده في اداره هذه الاراضي وبعد وفاه والده تفرغ كليا لادارتها في سنه 1904 قصد الحاج توفيق افندي الفخري بيت الله الحرام. وانتمى في سنه 1912 الى حزب الحريه والائتلاف، في حين انتمى عدد من شخصيات الموصل في ذلك الوقت الى جمعيه الاتحاد والترقي منخدعين بالشعارات التي رفعتها الجمعيه المذكوره. سجلاته الحسابيه تشير الى انه كان يجري رواتب شهريه الى بعض قراء القران الكريم في الجوامع. ولمن يعمل في سبيل خانات الموصل في دور العبادة إضافة إلى أن سجلاته مليئة بالقيود التي تشير إلى تسليفه الغلال الزراعية في سنوات الجد إلى المحتاجين وخاصة من الأهل والأقارب والمعارف والحاج توفيق الفخري هو أول من أدخل المكائن الحديثة في الزراعة إلى الموصل واستورد ثلاثة مكائن حصاد تسحبها الحيوانات من بلدة أدنى بتركيا سنة 1907 واستعان بابن تبوني في تنصيبها وإصلاحها واشترى هو وشريكه سعد الله أغا توحلا ماكنة لطحن الحبوب نصبت في الأرض المشتركة بينهما سنة 1916 وكان للمرحوم الحاج توفيق أفندي الفخري دخل كبير في فضل المنازعات التي تحدث بين الاشخاص وقد وجدت الكثير من الرسائل التي يطلب اصحابها تدخله فقد وجدت رساله من فرحان باشا من كبار شيوخ شمر يطلب فيها مشورته في موضوع النزاع الذي حصل بينه وبين اخيه حميدي ابن فرحان ايضا كانت له تعاملاته مع البنك الزراعي العثماني وبعض الصيارفه مثل عبد الله اليحيى وداوود شلومو وعزره طويق وخاصه في تحويل الليرات من كربلاء الى الموصل وقد حصل الحاج توفيق افندي الفخري من الحكومه العثمانيه على التزام جمع اعشار قرى عديده وخاصه في محلات قصبه تلحفر سنه 1909. وعلى الرغم من مشاغله اهتم بتعليم بناته التعليم المطلوب لكي يضمن قيامهن باداره املاكه في حاله وفاته حيث تاخر ولاده ذكر له لحين ولاده ابنه الوحيد نعمان سنه 1906 وكان المرحوم الحاج توفيق افندي الفخري متمسكا باداء الواجبات الدينيه وذهب الى بامرني لاخذ الطريقه النقشبنديه الخالديه على شيوخها، وكان ايضا عضوا في لجنه الاوقاف، اوقاف قمسيوني في مدينه الموصل، ووكلت له مسؤوليه تنفيذ التعميرات في مرقدي الامام يحيى بن القاسم والجامع المجاهدي او جامع الخضر. وعندما دخل الانجليز الموصل في العاشر من تشرين الثاني سنه 1918 كان الحاج توفيق افندي الفخري يريد ان يغادر الموصل حيث كان لا يطيق رؤيه المحتلين الانجليز وقد جمع اهله وقام بدفن بعض الاموال باماكن متفرقه من قصره الا ان المنيه عاجلته قبل الرحيل فتوفي شتاء سنه 1918 وبوفاته افتقدت الموصل وافتقدت اسر الساده الاشراف رجلا مهما من رجالاتها كانت له مواقف مشهوده مع الجميع واياد بيضاء مع المحتاجين منهم كما كان لرايه وزن في المواضيع المهمه وخاصه في اختيار نقيب الاشراف. شكرا لاصغائكم والى حلقه اخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.